عيا ما يديه للطبيب. فمتابعي قناة شوف سي في سمحوا لنا الكونيكسيون مشات لنا. فمحمد اب لسبعة ابناء 50 سنة عنده، هذه سنتين هو قاسو واحد المرض اللي ما عرفش هو منين جا المرض، كيزحف ما كيقدش يتحرك. فيلا غير العائلة ديالو والاب ديالو والعائلة ديالو الصغيرة اللي كتعاونو. فمتابعي قناة شوف سي في جينا نشوفوا حالة محمد، وان شاء الله نتمناو القلوب الرحيمة انها تساعده، ونتمناو ان شاء الله يلقى شيء مساعدة. كنتواجدوا دائما بيجرسيف وحي حمرية متابعي قناة شوف تي في. محمد كيف راك يا اخي؟ خليك سمع، خليك لا حزني، كي راك يا اخي؟ نعم كي وقع لك؟ فاضل انا كنت نخدم وشحال، وانا كنت كتخدم؟ خدمت في البنية، خدمت في لبنات، ايوا وبقيت هذا كل مرة كنزحف كنزحف حتى قلقت ما بقيتش كنوض. وانت فاش كنتي خدام كنتي كتحس براسك مريض؟ واه كانت كتجيني الفشلة، الفشلة كتجيني حتى كنطيح. شهر ماشي هادشي ما كانش فيك في الصغر ولا؟ سيدي حتى لهنا انا حتى كبرت على شي 4 سنين هادشي اللي بداني. كتبقى ماشي حتى كتحس بالفشلة حتى كطيح؟ حتى كنطيح حتى طيح. واحد المرة عانية كاع تبلعو طلعت كاع في الارض. جاتك الدوخة؟ 2 دقايق عاد قعدت. رجليك كيفشلو؟ رجليا كيفشلو. دابا هما اللي فشلو. دابا تقريبا عامين وانت كتحس هكا. عامين وانا صافي هكا. مشيتي للطبيب مشيتي لكلشي؟ مشيت للطبيب شحال، وانا مشيت للطبيب ما خليت فاس، ما خليت وجدان، وجده، ما خليت قرسيف، ما خليت تازة. اش كيقولوا لك؟ كيعطيوني هاكا نشرب الدوز. شي اللي انت كنتي صحة سلام مزيان، كنت مخير حتى فاش كنت كتخرج هنا من الحمرية وتمشي على رجليك فين كنتي كتوصل كاع تقريبا؟ انا نخرج منها تال الشويب، انا نخرج منها تال السير تال للجل تال المسول للرجل، على الرجل هادي. واه واه يفاجي يا ربي، يفاجي يا ربي. شلك دابا مسكين غير الوالد اللي راه الوالد مسكين. شلك عمو عاود لنا شويه عمو. وانا عاود لك عمي كي راك عايش مع هاد الوليد؟ اقصدني فيه ربي مرحبا به. الحمد لله يا ربي مازال فيك تنسى الخير والبركه ان شاء الله. مطلب الله، الله يبين له شي ضو الى جابش الله ان شاء الله. ما خليش عليه وليدي لا فاس، ما خليش عليه مكنس، ما خليش عليه تازه، ما خليش عليه وجده، ما خليش عليه وجده 4 شهور و 12 يوم وانا وياه، والخبيز انا وياه. ما لحقت قدره نهار زينان الطبا ضرك 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 ما غاجيب هذه جيب هذيك شري اشري لي باري شري هذه والو غاك يشربهم والو خيك بحال غاك يشرب الماء العادي. شنو دارك شنو سبب هذا؟ غيضيعوني في سبيل الله. حسبي الله الله حبيبي لا غيضيعوني دم الهواري لا في سبيل الله. والكيران 5000 منه و 5000 من هيه، جبلايص ديما جبلايص 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 20% عندي منه و 20% من هيه. لو كان غاجي باش الله لوليدي الشكوى لذاكره درك وليدي مرجوتكم يغطي الشكوى لهذا ربي. عييت نجري والو ما خلي السادات وما خلي ذيك وما خلي سببتي له سببتي له درتي السادات يعني هو هي سببتي له والو ما كاينش لا والو ولا الفقهاء ولا الكيان ولا ذاك الشيء كاع والو كاع صال الطب كاع صال الطب غير كلاوني غير هذا يقول لك من هي هذا يقول لك جبد 800 هذا يقول لك جبد 400 هذا يقول لك جبد 600 يا لطيف السلامة. الله ينعم وليدي الله تجابوني على ضوف تجابوني على ضوف ولو كان غابل لي شي حتى الخيط ما بينولكش واحد الخويط ودم الهوارية قلت لك إلا بينوا لي شي في واحد الحاجة ولا لا قالوا لي غا والو من هي تكك من هي وهانتوما كتشوفوا فيه. حسبي الله دابا إلا الى قد ما تعاملوا ان شاء الله عمي ان شاء الله طلب الله ما قد شوليدي اجرنا وسقم الله. انت هواري عمي؟ واه هواري هواري انا يا هواري عبد قرسيف. الا كتعرف دوك دانو ناس ولا كتعرف الا كتعرف شي هواره لا حتى هضرتك هضره هواريه هضره هواريه لا هواريه حبيبي انا واه زايد هنا في زايد هنا في قرسيف وهواري وهواري با هذا هو الهضره تقريبا. الوليد هو كما قال لي قال لي كيمشي حتى الشويبر على رجلو مشى الجل على رجلو خطط هو واش واش منا كان يضربها عصا الرانات من هاد منا الرانات تدارت ومنا كان يضربها منا كان يشرقها منا جابو سوا الخالو وكان يتعشى والصباح كيفطر يجيبها على الرجل ولا الا كان عنده بشير كيركب انهار قصد رب العالمين. سبحان الله العيال هذه صافي سيدي العالم الله العالم من ركابي ودويل تحت
بالركابي ودول تحت هما اللي عندهم من فوق تا واحد الحاجة وليدي ما فيه، ياكل يشرب يرقد ما ينظف الليل ما والو. ايوا مسكين هذا وغا حسن منك هوانو حسن هوانو حسن هوانو حسن كيخرج هوانو كي كيخرج للشمس هنا كيجيب ولا عصبة يظل طايح. ايوا هذاك ولدي انت كتشوف الالوان اللي كاين هو هذا. ما راكش مرتاح يا عمي مجيس وياك، ها ما راكش مرتاح مجيس وياك. اه قلت لك انا مرت كتهضر مع ولدك، غا هضر مع ولدك فهمت واه بالمشاهده ولدي. مرتي بهذا المرض يا عمي. وانا اللي كيسكننا مرض لي دوكا وضيعتني الفلوس مشات لي هكا مشات لي في بطل هلك وغا جاب راه 60% راه 80% راه 20%. والله ينعل عليك كذب عليك لا سبعين لا حاجة و 70,000 اصاحبي درت له هذا الخلا دوك اللي كتقولوا له. قالوا لي دحام سرويت قالوا لي دحام دحام لفرنسا تحاليل 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 قالك سيفتهم لفرنسا ثلاثة. اي انا كاع من مشى حتى لفرنسا وجاو مولين نهار. ايوا قالك صافي ايوا قالك شري شريوا له ليبيري وشريوا له الكنينه بقى يحسيهم غا الكذوب في الاول غايشرب. ايوا ولادي هذاك هذوك شربهم كل شيء. انا قلت له غاشرب غاشرب ولادي بحال اللي كيشرب الماء. مخلصين مخلصين غيشرب يا عمي ونضحكوا شويه اش نديروا يا عمي. واش نكذب عليك يا عمي الله ينعل عليك. مخلصين مخلصين اكملهم الله ينعل عليك كذب عليك يعني ما بانتش كاع النتيجه. 40% في البلاصه هذه هذه اللي شريت له اللي شريت له هذا هاد هاد لي بالي اللي يشربهم. نعم سيدي هو سيدك الله بحال اللي كيمشي للسباله يشرب الماء وقال كذب ما كاينش والو. لا اله الا محمد رسول الله الله ينعل على ولد اللي كتب عليك. لا اله الا الله الهروب لله قلت لك الهروب ذاك راه راه رحمتي في الله يا باش الله درك على هذا الشيء نسمى يكون الخير ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. مادام جينا عندك راه ما غيكون الخير ان شاء الله. توطف توطفهم ولدي بالجنه. امين 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 هو ري امين امين بالجنه توطفهم بالجنه توطفهم ولدي بالجنه. امين كاش ما تبين ولا شي في ولدي هانتوما تشوفوا ما كاين شيء. امين امين مهروب لله. لا لا حاشا ايوا وليدي انا شنو نقول لكم انا ما غادي وراه ما يكون غير خير. انت وجهك مبشور ان شاء الله ما غادي يكون خير ان شاء الله ما غادي يكون خير. وشوف ومازال فيك البركه ان شاء الله مازال شو يكون خير ويبرا ويكون خير ان شاء الله. العالمين طلبوا ربي الله يحفظك يا عم محمد. قول لي كتحس برجليك؟ كنحس برجليك. اه تلق رجليك ها هو كتحس بهم؟ الا جرحاتك شي حاجه تحس بها كتجرح تحس براسك؟ كنحس واه زعما ماشي كتحرك صبابعك؟ نحرك مشي ولا هذا مشي كيتحرك ودابا ما كاين حتى شي طبيب قال لك فين عنده المشكل ولا سبحان الله عليه واه رجليك يحس بهم. قلت لك وليدي لك عندي الديفو منا غير الفلوس مشات هما ما كاينش الديفو عندي منا مهدشي ولا مسحوق. من العمود الفقري واه 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 منا وجهه ولا فمتابعي قناة شوف تي في انتم كما كتشوفوا قصة غريبة في حي الحمرية. لا صح صحتك مزيانة وريني انا نجي هكا ما كنتش عارفك مريض نقول بانك راك مزيان وريني لحقاش رجلك كتحرك. فمتابعي قناه شيف تي في كما كتشوفوا حنا في حمريه اقليم قرسيف. هذا السيد هذا عيا ما يمشي الاطباء عيا ما يداوي لا في تازه لا في قرسيف لا في وجده فين ما مشى واه لا لا مسيقينك عمي لكن ما لقاش النتيجه فاظنه مرض نادر او حاله نادره. فنتمنى ان شاء الله هذا السيد رجله حتى للرانا حتى الجل يعني كان كيتمشى حتى تقريبا حتى 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 مشيتي اللي كتب الله مشيتي اللي كتب الله اللي كتب الله مشيتي اللي كتب الله مشيتي اللي كتب الله وهاني دابا ربي كبير. لا ربي كبير ربي كبير ما يكون كبير عمي ربي كبير ربي كبير كل خير. فنتمنى ان شاء الله تعاونوا هذا السيد حتى الناس اللي عندهم خبره في هذا المرض اللي هذا السيد هذا انهم واخا غير يتصلوا بهاد الناس يقولوا لهم ها طريقة العلاج والناس اللي بغاو يديروا كما كنقولها الناس اللي ما داروش الحجة هي واحد الحجة في قبر النبي. الناس اللي ما داروش عمرة هي واحد العمرة. عمي اش تقول لي عمي والله ما سخيت نمشي من عندك عمي والله ما سخيناش نمشيو من عندك. اش تقول لهاد الناس المساعدين اللي بغي اللي يقدروا يعاونوا الوليد؟ قول لهم انا عييت انا عييت انا عييت ما قديتش قديتوش وليدي شوية فيا في وجه الله هانتوما كتشوفوا ما قدمتوا شاي ولادي الهروب لله ما يكون خير ان شاء الله نهرب لله ما يكون خير ان شاء الله. ما عندي ولدي ما ندير قدمتوا ما تشوفوا فينا في سبيل الله راه الحاله حال الله محيط مين ما يكون خير ان شاء الله. راني الا ما كنحزموش والله ندي حاشاك نديه في الكارت ما كيسحقك ليش هذيك هي البلايصه ديالو الهروب لله. حتى هو راه قنق حتى هو غادي يكون قنق. انا ما قدرتش نخدم الخدمه انا حبست دم الاسلام ولدي حبست ما قدرتش حتى العمر ديالك شويه الهروب لله ولدي راني في خمسه أنا في خمسة و راني في 85 راني في شي 95 واقيلا واش راني مليون إن شاء الله إن شاء الله مازال فيك البركة ومازال إن شاء الله نتمناو الولي محمد يوقف آمين آمين عمي آمين 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 عمي آمين آمين. فمتابع قناة شيف تي في نشوفوا مع محمد. محمد أش قلنا يا أخي؟ السلام عليكم.
أنا مريض وعاونوني الله يرحم الوالدين عاونوني شهد كمان برا ولا هاد الدراري ما عندي 7 دراري وراه ما كانش اللي يخدم عليهم أنا مقرم وبغينا كمان نتحرك والله يرحم والدينا بان شاسيب الوالدين وهادشي اللي كان طربوا لكم الله يرحم الوالدين إيه كل خير إن شاء الله واه أنا عندي 7 دراري وما كان أخدم شو راني غير قاعد ودابا قنطنا في هاد القعد إن شاء الله يكون خير إن شاء الله واه الله يرحم الوالد شنو بيكون خاصه فما يكون غير خير ان شاء الله متابعي قناه شوف سي في من قلب حمريه نتمنوا الخير ونتمنى ان شاء الله تعاونوا السيد السعودي ياكم الله.